سعدنا اليوم بحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية في لقاء نقاشات تشريعية مع برنامج التحول الوطني. تم خلال اللقاء مناقشة التحديات التشريعية التي تواجه الجهات الحكومية، وتم خلال النقاش اقتراح التوصيات والحلول التي ستساهم بعون الله تعالى في تمكين الجهات الحكومية من حل تلك التحديات وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها في برنامج التحول الوطني وأيضا في رؤية المملكة 2030. تم اليوم عقد ثاني ورشة من برنامج لقاءات الرؤية، وهذا جزء من الدور اللي يعمل عليه مركز الدراسات والبحوث لدعم وإثراء البيئة القانونية في المملكة. ويعد مركز الدراسات والبحوث القانونية أحد الجهات الحكومية التي تسعى وتعمل لإثراء البيئة التشريعية والقانونية في المملكة ومساندة وتمكين الجهات الحكومية في تحقيق أعمالها القانونية.